dance our people there. مليون كتير. طب ده شركة الفنجاري عارضين عليا 50 مليون دولار وانا ما وافقتش. احنا كان املنا نتعاون مع شركة حاحة الاستثمارية. عايز تتعاون مع شركة حاحة الاستثمارية؟ ادفع لحاحة نفسه. يعني انت ما بتضربش حاجة خالص؟ يعني ايه اضرب حاجة؟ يعني جاينت، صاروخ، سيجارة، اي حاجة كده يعني. لا بصي انا ما بضربش الحاجات دي خالص، بس انت لو عايز انا ممكن اضرب يعني. زي مليونير زيك ما بيضربش حاجه. ايه ده، هو المليونير لازم يضرب؟ اها. طب خد. عارفه بتفكريني بمين؟ بمين؟ بفيرجينيا جميله الجميلات. فيرجينيا جمانة بنت ملك الالواز. ما الوظ المكان يا فندم. ويا ترى انت هتشاركني بايه ان شاء الله؟ بالمجهود طبعا. بالمجهود؟ ولما نتجوز هتشاركني برضو بالمجهود؟ حناحه كوناحه. يا رب يرد عليا، يا رب يا رب يرد عليا. هاي رد عليا، رد عليا، رد عليا، رد عليا. مش مصدقه نفسي، مش مصدقه. شوك تعمل ايه يا بت؟ يا بابا ده رد عليا اخيرا، يا بابا رد عليا اخيرا اخيرا. مين ده اللي رد عليكي؟ ماهر عصام. ويطلع مين ماهر عصام ده؟ ايه ده، منجد ده ولا ايه؟ يا بابا منجد ايه، انت مش سايق السوبر وكل حته اهي ممثل. صحيح بشوف التلفزيون. طب وانت يا بنت الكلب عماله تعكس الشباب في البتاع ده؟ لا يا بابا انا بكلم الشباب بس على الشات. بحسب. طب قوم اعمل لنا شويه شات. طب بابا انا عايزه اقول لك حاجه كده بس خجلانه منك يعني. هو انا ينفع اعزمه عندنا هنا في البيت؟ نورت منزلنا المتواضع يا استاذ طارق. بابا بابا اسمه ماهر. ماهر؟ ماهر وطارق واحد، ما تفرقش. اهلا وسهلا. اهلا بيك وتشكر جدا. ربنا يخليك. شكر جدا يا استاذ حاح. الله يخليك. هي مين الاخت اللي داخله فيها بوشها؟ دي ماما. ماما حضرتك؟ عجباك؟ لا مش عجباك. لا والله خدها. لا ربنا يديها الصحة. والله ما هي راجعه. لا 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 ربنا يديها الصحة ان شاء الله. انا شفت لك حاجات حلوة قوي، شفنا له حاجات صح؟ وانا متابعة كل اعمالك بصراحة. انا شفت لك المسلسل الرهيب ده
اللي هو بتاع الفك المفترس. بابا فك المفترس ايه يا بابا؟ ده عامل فيلم مع محمد رمضان مكسر الدنيا اسمه قلب الاسد. اسد؟ ايوه. هو مفترس برضه ما فيهاش حاجه. ربنا يخليك. الفيلم ده فكرني ايام زمان لما كنت بتفرج عليه، كنت مزه قوي وشابه وبنقي العرسان زي ما بنقي الرز، كانوا حلوين زيك كده واكتر. بمناسبه الرز، عاوم انا اشوف الاكل جاهز ولا لا؟ لانك هتتغدى معانا النهارده. انا مش عايز اغربك والله. لا لا هتتغدى والله بجد. علاء الطلال انت متغدي؟ مفيش غدا. مفيش غدا ايه؟ طب والراجل اللي جوه ده اعمل معاه ايه؟ المثل بيقول يا جاري يا شبوخي يا سيدي كلف. لو اذا كان سيدك معفن ومعهوش فلوس هنعمل ايه؟ يبقى على راي المثل الصراحه راحه يا روحي. وانت انا ايه؟ وانت ايه؟ ما بتكذبش. حاحا الناحه كوالناحه. وانا شفتك وانت صغير في فيلم عادل امام سيكو سيكو. ده زمان يا حبيبي وانا صغير، دلوقتي انا كبرت وخرفت. ازيك عامل ايه؟ كويس. اهلا 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 يا استاذ طارق. بابا صح. بابا ماهر يا حبيبي. ايه مش كان طارق لما دخلت جوه؟ منور الدنيا يا حبيبي. الله يخليك يا استاذ حاحا، فرصه سعيده. بقول لك ايه، انا دخلت جوه ما لقيتش اكل، وفي نفس الوقت معيش فلوس عشان اعزمك. بابا قول لي اعمل ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا حبيبي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه؟ بيهزر بابا، بيهزر كده معلش. لا 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 مش بهزر، لا دي الحقيقه. يعني اعزمك بره واتورط ولا ايه؟ لا لا خلاص يا استاذ حاحا، انا عازمكم كلكم على حساب الشخص، بس ماما خليها هنا تريح شويه يعني. الله يكسك يا ابن المحكوسه، فضحتنا قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. يعني انت عزمنا؟ فكرة هايلة. حاحا الناحة كوالناحة. منورين يا جماعة. منور يا استاذ حاحا. الله يخليك يا باشا. منورة يا خالتي. اهلا. منورة عمتي. تليفونك على فكرة بيبي. الو، معقولة؟ لا ازاي؟ طيب ماشي، حاضر حاضر. لما اقدر اصحى هخش الحمام بس ارد على التليفون. ايوه ايوه طيب. عايزكم بقى تطلبوا اللي انتوا عايزينه. ها كل اللي نفسكم فيه واللي فيه بتاخدوه فراوي على البيت. ماشي. تلموه كده وفراوي. وكل واحد يطلب حاجه غير التاني. ماشي. هنعوم في الاكل. انا عايز اكل يكفيكم لمده بس بس بس. نار يا خالتي. نار يا صاحبي. ايه ما جاش النت؟ مساء الخير يا جماعه. ايه ده النجم؟ مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ منورنا والله. انت عندنا هنا؟ هو ده النجم. انت ان شاء الله النجم عندنا. الله يكرمك يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شوف بقى يطلبوا ايه من اول الاخ من هنا. من اول الاخ هنا؟ يلا اتفضل يا فندم. اتفضل يا اخ. لو سمحت انا عايز 2 كيلو كباب. ايوه يا اوكي. 2 كيلو ريش. اوكي. شويه فته. شويه ممبار. ممبار؟ ما شاء الله. اوكي يا فندم شكرا. لوحدك؟ لا بجد. اوكي اتفضل. انا بقى ما بحبش اللحوم عشان الكوليسترول. هات لي 2 كيلو كباب و2 كيلو ريش وممبار. ممبار نفس ال... اوكي شوف استاذ حاحا. ايوه اتفضل استاذ حاحا. معلش بقى انا ليا طبيعه مختلفه خالص في الاكل. اختلف براحتك يا فندم. غير تماما يعني. لا انت تامرني يا فندم. طب بعد اذنك انا عايز 2 كيلو كباب. ايه؟ و2 كيلو ريش. نعم. وطبق فيه شويه برومبار صغيرين. برومبار؟ لا كده اختلفت. يا ممبار برومبار. اوكي تمام كده. ايوه يا فندم. وعمتي؟ لا 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 ارجوك ايه؟ طلع ايه؟ سيلفي. سيلز؟ أمر أمر يا باشا. أمر والله. اتفضل يا فندم. هو ما فيش عندكم غير الكباب والريش والكفته والحاجات دي؟ لا يا فندم ازاي؟ احنا عندنا أي حاجة حضرتك يعني بطولية. يعني عندكم سي فود؟ عندنا يا فندم احلمي سي فود. أوكي؟ لا طالما بقى كده يبقى هات لي 2 كيلو كباب و2 كيلو ريش وشوية منابير. اوكي. والبيبي القمر بقى؟ ايوه معلش عشان انا بس عامله رجيم شويه مش هطلب زيهم. ايوه فندم. بص بقى انا عايزه 2 كيلو ريش و2 كيلو كباب واستاكوزاي. اوكي اوكي اوكي. والبرنس ده بقى لان ده خاسس وشه مخطوف بقاله فتره. هو عايز ايه يا حبيبي؟
2 كيلو ريش؟ لا خلاص انا عرفت الباقي، 2 كيلو ريش، 2 كيلو كباب. استنى هرب بربار، اسمه بربار. بربار عشان هو خاسس مخطوف شكله باين عليه. بربار برمبار برمبار. حنحه كوناحه. لو سمحت بقى نشرب حاجة؟ اشربوا حاجة، ده كنت أمره. ايه ترينك بقى؟ لو سمحت أنا عايز واحد موز باللبن. واحد موز باللبن؟ أوكي يا فندم. أنا عندي حموضة، عايزة موز باللبن. موز باللبن؟ حاضر يبقى اتنين موز باللبن. والأستاذ حاحة ده أهم واحد عندي ده. أمرني. أنا زيهم بس ليه اختلاف بسيط يعني. لا أؤمر يا فندم، اختلف براحتك أنت خالص، نفسي حد يختلف. عايز موز؟ ها؟ بالرز باللبن. فعلا اختلفنا في الرز. ان شاء الله تتنطط الجمهور. لا هتشقلط واجيب لك الرز. وشوف عمتي تاخد ايه؟ لا خلاص انا عرفت الباقي. لا برضه سألني سألني. ايه يا فندم؟ برضه سألني. اسألك بس انا كنت يعني بقول بختصر، اتفضلي. انا عايزه موز مضروب في الخلاط ومع لبن. نعم كده اختلفنا، جبنا الخلاط. اوكي اوكي، في احد عايز حاجه تاني؟ اؤمر. نعم. ايوه البرنس ده. الله يهدينا يا رهيب، طلب موز باللبن برضه ما شاء الله عليك. ارد بس على المدام. اي عديله، اي حياتي. حاضر هجيب الريش وهجيب لك موز باللبن. موز باللبن يا عديله، اتنيلي عليكي. لا انتوا يومكم عسل. يلا سلمي كده مع بعض. كلنا بقى يلا نقول، يلا نقول بطيخ ولا ايه؟ مرابير. مرابير. بعد اذنكم يا جماعه، اتمنى تكونوا اتبسطتوا. اتبسطنا والله على حسك يا كبير. الله يخليك يا استاذ. الله يخليك. طيب بعد اذنكم ثواني. اتفضل. يا جماعه بالراحه بقى، كفايه طلبات، الراجل هيدفع فلوس قد كده، وبعدين هيجيلكوا ارسال من كتر الاكل. عايزه ام علي. ام علي دي تبقى امك. انا عايزه علي نفسه. حاحا الناحه كوناحه. حاحا. أنا موريش غيرك يا حاحة ولا إيه؟ أنا خلاص هغير اسم الاسم ده وحكتب عليه هذا الاسم خاص بحاحة شكري. والله يا فكرة حلوة سعادة الباشا، بس بلاش بقى حاحة شكري دي، خليه باسم حاحة التاني، زي مدينة نصر تاني، شبرا الخيمة تاني كده يعني. أنت هتهزر يا حاحة؟ هتهزر؟ تاكل بأربع تلاف جنيه؟ أربع تلاف جنيه؟ طب وفيها إيه يا باشا؟ ما إحنا كنا معزومين، والجدع ده كان عازبنا. مين الجدع ده؟ اللي اسمه ماهر. ماهر مين؟ الممثل ده اسمه ماهر عصام. ماهر عصام؟ ومفيش غير الراجل ده؟ الراجل ده نصاب يا حاحة، وكل يوم يجي لنا بلاغات باسم الراجل ده وبيستغل الشبه اللي بينه وبين ماهر عصام الممثل، بمعنى اصح انت شربت مقلب يا حاحة. يلا مش مهم، المهم ان احنا كلنا والعيال اتبسطوا وزقيطوا وهيصوا اخر تمام. طب انت عارف بقى ان انت اللي كلت بيه هتتحبس بيه؟ يا راجل ازاي الكلام؟ والله ازاي؟ ما انت 4000 جنيه ما دفعتهمش هتتحبس. الدنيا صعبة والبلاوي متلتلة ودماغي طعشت والسلوك متكعبلة، اطلع منه قرع الاتحاحة، ينزل تحت قرع الاتحاحة، ويطفوا في نقرة غويطة كبيرة، وازاي يحلوا المشكلة؟ سلام لعيلة حاحة. يلا هوبا. ايوه سمعنا سلام لعيلة حاحة. يلا هوبا. ايوه سلام لعيلة حاحة. يلا هوبا. ايوه
جراند.